أحلى 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 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة ساربوكن الألمانية. محطة القطار طبعا تشوف مكتوب عليها دي بي. وانت نازل مدينة بلدة كبيرة فيها من الحياة. شوفون مثل الناس مريت الحين بعد بلدة بس ما فيها حياة مول. مدينة كبيرة يعني تستحق الزيارة وبقوة، خصوصا أنها قريبة من الأماكن اللي زرتها اليوم اللي هي ساربورغ ومتحف فان. في المدن في الشوارع أقولكم ألمانيا لا بقى اللي ما يبغي يتأخر واللي يأجل ألمانيا سنتين عقب سنتين إيها بتخلص أكثر المشاريع. كل مكان أعمال طرق في كل شارع. ظاهر أن الميزانية اللي زادت عليهم 2017 كبيرة جدا، فعشان شيء يبدلون البنية التحتية كاملة. هذا 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 الكلام الصح. هالأشياء بعدين تدخل أضعاف. مادام عندك بنية تحتية ومواصلات واتصالات ممتازة خلاص انتهى الرقص. هالأشياء تدخل مليارات بعدين. دولة صناعية من الدرجة الأولى ألمانيا، ما صناعتها لا يعلى عليها. سيمنز، سيارات، طيارات، بواخر، أجهزة كهربائية، المهرجين. بيزات نشوفهم شي يسوون. اللي تحت هون انا فكرت اللي تحت بعده انسان بعد ثاني. هذا لو ثلاثة الثاني المشهور هذاك الكفوف، هذا كرشتات، هذا اشهر اوتلتين في المانيا. شوف له هذه المباني القديمة عندهم. كان المدينة جميلة، أعطيها 8/10. كان ملاعب للأطفال، ممشى حلو على النهر،
اليوم السبت لازم فيها الأسواق. هاي آخر شارع المشاة. ويمتد الشارع متجه ناحية النهر. في مارك موجود؟ لا لا، كملت المدينة.